السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله معادنا مع الدرس الثاني من دروس النحو للصف الثالث الاعدادي، وهو صيغ المبالغة. احنا قلنا ان احنا بندرس في باب المشتقات، والمشتقات دي اسماء مأخوذة من افعال، فلا بد ان نعرف الميزان. لازم اكون عارفة الميزان الصرفي. الميزان الصرفي ده يساعدني كتير جدا جدا في الدروس اللي انا باخدها دي، فاللي مش عارف الميزان الصرفي يرجع لدرس الميزان، ضروري جدا جدا عشان نعرف نفهم الكلام اللي احنا هنقوله. ليه؟ كل كلامنا موزون على ميزان، فلا بد ان ندرك ما معنى كلمه ميزان صرفي. ايه هي يا مس صيغ المبالغه اللي انت هتديها لنا النهارده؟ صيغ المبالغه هي درس من المشتقات صيغ المبالغه، وكلمه المبالغه بتدل على ان انا ببالغ. كلمة مبالغة تدل على ايه؟ ان احنا بنبالغ في فعل الفعل. نبالغ، لما اقعد ابالغ في فعل الفعل بيسمى هذه مبالغة. يعني ربنا سبحانه وتعالى اكثر صفاته فيها مبالغة، لان ربنا سبحانه وتعالى لما اقول مثلا غفور، يعني ربنا سبحانه وتعالى كثير المغفرة، بيغفر للذنوب جميعا، يغفر 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 حتى سمي ايه؟ الله سبحانه وتعالى الغفور. وربنا سبحانه وتعالى رحيم، يبقى لكثره رحمته فبيعمل الفعل ده بتكرار بكثره، اذا سمي رحيم لكثره ايه؟ رحمته. لما هقول هذا انسان فطن، فطن يعني ذكي او كثير الذكاء، ده من كتر ما هو ذكي فبنسميه فطن. هذا انسان صدوق، صدوق يعني كثير الصدق، يعني بيصدق يصدق يصدق حتى سمي ايه؟ صدوقا. تمام. هذا انسان كذاب، كلمة كذاب على وزن فعال من صيغ المبالغة تدل على كثرة الكذب. يبقى صيغ المبالغة هي تدل على اسم يفعل بكثرة. تمام. طيب، يبقى بنصيغ الاسم ده من الفعل المبني للمجهول ولا المبني للمعلوم؟ وانا نسيت المرة اللي فاتت اعرفكم يا سنة التالتة ان اسم الفاعل يصاغ من الاسم المبني للمعلوم، لان لما نيجي ناخد اسم المفعول هنعرف ان هو بيصاغ من الاسم المبني للمجهول، ولكن اسم الفاعل يصاغ من الاسم المبني للايه؟ للمعلوم. وكذلك صيغ المبالغه تصاغ من الاسم المبني للايه؟ الفعل المبني للمعلوم. فعل مش اسم، الفعل المبني للمعلوم. وفعل مبني للمعلوم يعني علم فاعله. تمام. طيب، المره اللي فاتت قلنا اسم الفاعل يصاغ من الثلاثي وغير الثلاثي. هل صيغ المبالغه تصاغ من الثلاثي وغير الثلاثي؟ قلنا لا، صيغ المبالغه اكثرها تصاغ من الثلاثي، هي تصاغ من الثلاثي فقط، ولكن نادرا نادرا اذا جاءت من الفعل الرباعي، اذا جاءت من الفعل الايه؟ الرباعي. ولازم مثلا يكون مثلا على وزن يا اما افعل اللي هو ابشر افعل يعني، او اكرم، او على وزن فعل زي بشر، يعني بتيجي قليل جدا 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 من الفعل الرباعي، ولكن اكتر ميزانها من الفعل الايه؟ الثلاثي. طب ادينا وعرفينا يا مس ايه هي صيغ المبالغه. وسميناها صيغ المبالغه لان هي لها 5 اوزان معروفه، صيغ معينه بنوزن عليها، صيغ معينه يعني ميزان معين، واحنا بناخد الكلمات ونوزنها عليها. تمام. يعني لما اجي اقول لك اديك فعل واقول لك هات لي منه صيغه مبالغه، همسك الفعل كده واجيب ال5 اوزان واشوف هتنفع على الوزن ده، لا ما تنفعش، يبقى تنفع على الوزن الثاني على الثالث، لو ما لقيتهاش تنفع على ال5 اوزان يبقى الكلمه دي مالهاش صيغه ايه؟ مبالغه. طيب تعالوا نشوف كده ايه هي الاوزان الخمسه اللي انت قلت لي عليها بيجي منها صيغ المبالغه. اول حاجه قبل ما نقول الاوزان الخمسه هنقول تصاغ من الثلاثي، تصاغ من الفعل الثلاثي، ونادرا ما تصاغ من الفعل الرباعي ويكون على وزن افعل او فعلا. تمام كده، زي اكرم كريم، وبشر بشير، وأنذر نذير. ده بيكون نادر جدا جدا لما بتيجي على الصيغ دي. طيب ايه هي صيغ المبالغة المشهورة اللي دايما بتيجي عليها
هذه الصيغ أو بيوزن عليها الأفعال. عندي أول صيغة فعول، أنا مش هقولهم بترتيب الكتاب، أنا هقولهم باللي أنا فاكراه. فعول، اتنين، فعيل. وخلوا بالكم أنا هبدأ بالمشهور، يعني فعول وفعيل من أشهر الأوزان اللي بيجي عليهم صيغة مبالغة. تلاتة، فعال. أنا هبدأ بالمشهورين والإلى آخر واحدة اللي ما تكونش مشهورة. أربعة، مفعال. وركزوا كويس قوي في الحركات لأن الحركات مهمة جدا. فعال، فعيل، فعول. تمام. خمسة، فعل. فعل. طب ليه الاخر حرف انت ما حطيتش عليه حركة؟ لان دي اسماء تعرب حسب موقعها في الجملة، ممكن تكون مرفوعة، ممكن تكون مجرورة، ممكن تكون منصوبة، فلو انا حطيت لك حركة انت ممكن تتقيد بهذه الحركة. انا مش راضي احط حركة لان الاسماء مطلقة على حسب موقعها في الجملة. واحنا زي ما قلنا اسم الفاعل يذكر ويؤنث ويثنى ويفرد ويجمع ويعرب حسب موقعه في الجملة، كذلك صيغ المبالغة، كذلك صيغ المبالغة تذكر وتؤنث وتفرد وتثنى، تثنى وتجمع وتعرب حسب موقعها في الجملة طبعا، وتنكر وتعرف، يعني ممكن ادخلها ألف ولام، ممكن ما ادخلهاش ألف ولام، كل ده عادي جدا جدا بيتعامل مع أسماء الايه، مع صيغ المبالغة. طب اديني يا مس مثال للكلام ده كله وعرفيني اعرف الكلام ده يعني لازم ايه، باخد صيغ المبالغة ليه؟ عشان احنا قلنا ان صيغ المبالغة واسماء الفعل المشتقات عموما داخلة في علم الصرف اكتر منها في علم الايه النحو. طب علم الصرف ده اللي هي وزن الكلمات، ازاي اعرف اوزنها، والكلمة دي بتتكون من كم فعل، فعل ثلاثي ولا رباعي ولا خماسي، كل دي حاجات صرف احنا كنا بناخدها في الازهر في مادة اسمها مادة الصرف، ولكن انتوا عندكم الاتنين داخلين على بعض فمش مشكلة. بنعرف نوع الاسم ده، يعني نعرف الاسم ده هو اسم فاعل ولا اسمه صيغة مبالغة ولا هو ايه بالظبط. تمام. عندي فعول زي مثلا لما اقول صبر صبور، صبر صبور، يبقى صبور دي صيغة مبالغة من الفعل صبر، يبقى لو قال لي صبر ممكن اقول له صبور. طب هل صبر دي تنفع في اي حاجة تانية؟ ممكن تبقى صبار، يعني كثير الصبر يعني. تمام. يبقى صبر صبور. شكر شكور، انا هجيب الفعل الثلاثي يا اولاد واجيب منه صيغة المبالغة، يبقى شكور من الفعل شكرة، يبقى صبر صبور، شكر شكور، غفر غفور، برضو تمشي. اكتر صفات الله سبحانه وتعالى بتكون على الوزن فعول وعلى الوزن ايه فعيل، يبقى شكور صبور وكمان ممكن يكون غفور. تمام يا اولاد. تمام. فعيل ممكن تجيني ايه، كلمة رحيم، رحيم على وزن فعيل من الفعل رحمة. تمام. رحمة رحيم. ممكن كلمة سميع من الفعل سمع. ممكن كلمة عليم من الفعل علم. دي صيغ مبالغة تخص صفة الله سبحانه وتعالى. طيب فعال زي ما قلت لكم كذاب على وزن فعال، يعني كثير الكذب، طبعا دي كثير الرحمة، كثير السمع، كثير العلم، كثير الصبر، كثير الشكر، يبقى دايما بيعمل الفعل بكسرة. كذاب لو بيفعل الفعل بإيه؟ بكسرة. عندي كلمة صبار زي ما قلناها برضو، صبار يعني كثير الصبر، يعني تنفع. ممكن فعل واحد يجي منه أكتر من صيغة مبالغة؟ ممكن فعل واحد يجي منه أكثر من صيغة مبالغة. فعال، كذاب، صبار، علام، فهام. تمام. ده على وزن فعال. طيب كلمة مفعال، وخلوا بالكم ان احنا بنجيب ازاي، هي الفعل اصله كذبة فانا هو على وزن فعلا،
ده في اصل الفعل اللي هو فاعل على وزن كذب، بروح مزوده مضاعفه العين اللي هي الذال، ضعفت الذال وبزود الف، هو ده اللي بيحصل في الوزن. يبقى ده من الفعل فعل على وزن فعل فعال، زي كذب كذاب، خرج خراج. لكن احنا هنالف، ما هوش كل الكلمات على فكره تنفع يجي منها صيغه مبالغه. طيب مفعال زي مقدام، اكتر كلمه مشهوره المفعال مقدام، محراب، تمام. طيب كلمه فعل، فعل دي من اقل، هي طبعا مفعال اقل حاجه، يعني اقل واحده بيجي منها اوزان، وكذلك كلمه فعل. ولكن فعل دي مشهوره بشويه كلمات كده هم اللي بيجوا على وزنها، زي كلمه فطن، زي كلمه حذر، زي كلمه ثمل، زي كلمه فطن يعني كثير الذكاء، حذر يعني كثير الحذر. وخلوا في بالكم مفعال برضو ممكن يعدي عليها محذار، تمام. يبقى حذر اللي هو الفعل حذر، ممكن يجي منها كمان، يجي على فعل مفعال، تيجي على وزن مفعال. ثمل يعني كثير الثمل، يعني السكر، ان هو بيشرب يعني وبيسكر كتير، ثمل. وكذلك كلمة يقظ، يبقى فطن وحذر وثمل ويقظ. ولبق، لبق دي كلمات دايما مشهورة بتيجي دايما على فعل فاعل، على الوزن بتاع فاعل، ما بيجيش منها حاجات كتير، تمام يا ولاد، تمام. يبقى لو انا اديتك كلمة او فعل مكون من 3 حروف، فعل ثلاثي يعني، وقلت لك هات لي منه صيغه مبالغه، تعمل ايه؟ هجيب الفعل على الوزن ده واشوف. طبعا الفعل هيكون على وزن فعل، هحط الفاء والعين واللام هنا وازود الواو، لقيت الكلمه تنفع تمام، يبقى وكلمه مشهوره واحنا سامعينها تمام، ما لقيتهاش تنفع انزل على الوزن الثاني فعيل، هروح حاطه كسره العين وحاطه ياء في النص، لقيت الكلمه تنفع ما نفعتش انزل على فعال، اضعف العين وازود الف، نفعت تمام، ما نفعتش انزل على مفعال، ازود الميم واسكن الفاء وازود الف واشوف هتنفع ولا لا، يا اما اشوف فاعل. ده اللي احنا بنعمله. يعني لما اقول غفره، الفعل غفره هات لي منها صيغه مبالغه، همسكها على كلمه فعول، غفره غفور تنفع. طب تعالوا كده نشوفها على فعيل، غفير لا ما تنفعش، غفار تنفع، غفار طبعا، يبقى غفرة تنفع للاتنين، تنفع غفار وتنفع غفور، والاتنين صح والاتنين من صفات الله سبحانه وتعالى. تنفع مغفار لا، تنفع غفر لا، مش كل الافعال. يبقى انا همسك كده الفعل ومشي على الصيغ واشوف احسن صيغ، انا عندي الصيغتين دول طلعت الصيغتين مبالغ. طيب تعالوا نشوف، حط لي مثلا الفعل فهم، وتعالى هات لي منه صيغة المبالغة، هحط فهوم لا مش لايقه، ما سمعتهاش قبل كده فهوم دي. طيب تنفع فهيم؟ طبعا تنفع فهيم، يبقى تكون على وزن فعيل، يبقى فهيم على وزن فعيل، ولازم اقول له على وزن. تنفع فهام؟ تنفع فهام، اهي فهام، يبقى تنفع فهيم وتنفع فهام. تنفع مفهام؟ مش حلو قوي. تنفع فهم؟ لا، هي اكتر في فهيم وفهام، تمام. كذلك لو قلت لك مثلا هات لي صيغه مبالغه من الفعل ايه، من الفعل اعطى. وطبعا فعل اعطى ده احنا قلنا ان هو فعل رباعي زي فعل أكرم وكريم وبيأتي نادرا. هقول لك أعطى، تنفع أعطوه، مش هتنفع خالص غير في على وزن مفعال معطاء، هتبقى معطاء، تمام يا ولاد، معطاء، تمام. ممكن كمان عطاء بس ما تبقاش برضو مشهورة قوي، هي معطاء احسن، تمام. هي دي صيغ المبالغه. صيغ المبالغه تذكر وتؤنث، يعني ممكن اقول صبوره، ممكن اقول شكوره، ممكن اقول رحيمه، ممكن اقول سميعه، ممكن اقول عليمه. طبعا هي صفات دي بتتقال على ذات الله اكتر، فيعني ما رجحش ان هي تتأنث، لكن ممكن اقول كذابه، ممكن اقول علامه، ممكن اقول مقدامه، ممكن اقول فاطنه،
ازود لها تاء، ممكن ازود لها الف ولام، الصبور، الشكور، الغفور، الرحيم. بتعرب عادي جدا حسب موقعها في الجمله، ممكن تكون مبتدا، ممكن تكون خبر، ممكن تكون فاعل، ممكن تكون مفعول. احنا بندرسها فقط عشان نعرف ان ده اسمه صيغه مبالغه، ان الاسم ده يسمى صيغه مبالغه، فقط تعرب حسب موقعها في الجمله عادي جدا، مفيش فيها اي مشكله. همسك الفعل ومشيه على كل الاوزان واشوفه ينفع مع الوزن ده ولا ما ينفعش. وبكده نكون خلصنا صيغ المبالغه. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوها يا سنه ثالثه واستوعبتوها. اللي عجبه بقى الفيديو لايك للفيديو واشتراك للقناه لو كنت لسه ما اشتركتش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.